تقع ضمن سلسلة محاضرات الكمبيوتر ساينس، والتي تعد ضمن سلسلة محاضرات التعليم الإلكتروني عن بعد. معكم المتحدث الأستاذ هاشم الربيعي. طبعا محاضرتنا اليوم اللي راح نقعد نكملها إن شاء الله، اللي هي بعنوان الوركينج والتكست، راح نكمل مع بعد دكتور حسين ما أخذ محاضرتين إن شاء الله، وأعطاكم هوموركات بهذا الخصوص. محاضرتنا اليوم إن شاء الله محاضرة مهمة جدا، اللي هي تقع ضمن برنامج الباوربوينت. طبعا الوركينج والتكست هذا برنامج، العفو، كجزء معين ناخذه ضمن الباوربوينت. اوكي، نعرف احنا التكست هو جزء مهم واساسي اصلا في كل سلايد، شريحه او برزنتيشن. هذا الجزء اللي هو الوركينج وذ تكست ذات ريليتد وذ بيسك تكست فورماتنج تولز are found on the home tab. راح نشوف احنا الجزء اللي نتعامل به اللي يخص التكست، اوكي، ضمن المنيو الاساسي اللي هو نسميه احنا الهوم تاب، او بعض الاشياء نسميه في بعض المصطلحات نسميه المنيو، اوكي، اللي موجود بالجزء اللي خاص بالريبورت. The tools you will use most often when working with text can be divided into sections. اوكي، هذه المحاضرة طبعا راح نبدأ بها اليوم ان شاء الله، راح تشوفوها. نتعامل جزء اساسي بالشريحة اللي هو نتعامل مع الجزء النصي او النص، عملية فتح مسج بوكس، اوكي، وشلون نتعامل به وشلون راح نتعامل مع النصوص وخصائص النص وكل الاشياء اللي تتعلق بالنص بالاضافة الى الفقرة. Most of the PowerPoint basic text formatting tools are found on the home tab. طبعا اتفقنا انه هذا هسه راح نجي بالتفصيل، انه عندما نفتح المنيو الرئيسي لبرنامج الباوربوينت راح نشوف الجزء الاساسي هو الفايل اللي عبرناه اللي في بعض الايقونات الخاصه بالفايل. الجزء الاساسي الثاني اللي هو الهوم تايب اللي موجود بالجزء اللي هو الخاص او الشريط او الريبورت. These are the tools you will use most often when working with text. There are two groups of text formatting tools on the report. الجزء الاول اللي هو the font groups, okay, and the paragraph group. They allow you to fine tune the text on the slides. طبعا احنا نعتمد على جزء معين انه بالبرزنتيشن دائما، اما على مصطلح السلايدز، على مصطلح البرزنتيشن، هذا راح تلاحظون انه هذا المصطلح دائما ناخذه بنظر الاعتبار. اذا عنده الجزء الخاص اللي هو بالكاركتر. These groups also provides access on the fonts and paragraph dialog boxes, which give you even more control over your text appearance. طبعا اللي يهمنا دائما بالشريحه، تشوفون انا هسه حتى دا اتحكم بهذا الجزء، هذا الجزء اللي يخص الشريحه، اوكي؟ المنيو الرئيسي او الاساسي للباوربوينت كما تكلمنا، الجزء الاساسي اللي كان عندنا اشتغلنا عليه في المحاضرتين السابقه اللي هو الفايل. اوكي، اللي ان شاء الله ابدا دكتور حسين باظهارهم. اوكي، الجزء الثاني اللي هو ضمن هذا الريبونس، هذا اللي نطلق عليه اللي هي جزء الهوم. الهوم هذا راح يقسم الى جزئين، جزء اللي اتفقنا عليه هو الفونتس، اوكي، الفونتات وكل ما يتعلق بالفونت، سواء الفونت، الفونت سايز، بالاضافه عمليه زياده الفونت سايز، بالاضافه لانه ديجريز فونت سايز وهكذا، وعمليه الكلير فورماتنج. هذا الجزء كله ضمن الفونت، اي شيء متعلق بخصائص التكست راح ناخذه بهذا الجزء مثل ما اتفقنا، وراح ناخذه بنظر الاعتبار. كذلك عندي الفونت ممكن احوله الى بولت او ايتاليك او اندرلاين، اوكي، او نعطيه شيء من الشادو، اوكي، بالاضافه للسترايك، اوكي، او كاركتر سبيسنج، ممكن اوسع بالكلمه نفسها، اعطيها في مساحات معينه، بالاضافه الى تشينج كيس او فونت كلر. بالنسبه للفونت كلر هذا اللي هو دائما هسه راح ناخذ بنظر الاعتبار وراح نشوفه ونشتغل عليه ان شاء الله، اوكي؟ هذا الجزء اللي ضمن الفونت، الجزء الثاني اللي هو ضمن الجروبس، اوكي؟ اللي راح ناخذه بنظر الاعتبار، اوكي، اللي هو الباريجراف، الجزء الثاني هذا، وهذا راح يتعلق بالبويلتس، بالاضافه للنمبرنج، عمليه الترقيم للليست القائمه. عندي ممكن ارقمها بارقام اللي هي 1 2 3 4 اوكي، او البيولتس اللي هي البيولتس نقصد بها الاشكال اللي ممكن نوضحها في بدايه الجمل، وراح نشوفها ان شاء الله بنظر الاعتبار.
عمليه الديكريز بالنسبه للليست ليفل، عمليه التقليل مالتها والزياده بالاضافه الى اللاين سبيسنج، ومن ثم التكست دايركشن والاليجن اوكي، او الالاين العفو التكست اوكي. هذا الالاين تكست اللي هو هذا، هذا الجزء وهي الايقونه، ومن ثم الى بقيه الاشياء اللي ناخذها بنظر الاعتبار، سواء الالاين ناف ليفت او الالاين رايت وهكذا. طبعا الالاين مهم جدا، اللي هو راح نحصل به الجزء الخاص والمتعلق بايش؟ في عمليه او اتجاه النصوص. ممكن اخذ الالاين نحو الرايت، اللي عندما دائما نلاحظ انه من نبدا بالعربي انه دائما النصوص مالتها تبدا من اليمين. عندما الالاين بالانجليزي راح ناخذها اربع انجلش، راح ناخذها الاين ليفت اوكي، او تكون سنتر. طبعا كل هذه النصوص تخضع لجزء معين اللي هو دائما ناخذه، انه نحب انه دائما التكست يملا البيبر مالتي، فدائما اسوي عمليه جاستيفاي، راح نشوفها ان شاء الله بالتفصيل هذا الجزء. بالنسبه للفورماتنج كاركترز، the term formatting okay refers to the appearance okay of the text or objects on slides. Most of PowerPoint's tools are devoted to formatting. راح نشوف هلا ان شاء الله هذا الكلام اوكي. The various parts of your slides. All PowerPoint presentation are formatted with specific fonts, font sizes and font attribute or such as styles and colors. يعني دائما نتعامل مع الفونت كستايل or color. You can change the way character look on slides by using commands in the font group on the home tab. مثل ما اتفقنا انه كل الاشياء المتعلقه بالتكست راح نلاحظها ضمن المنيو تاب، او العفو سوري الهوم تاب. The formatting painter راح ناخذها عباره عن ايقونه نطلق عليها الفورمات painter. Can save you time by allowing you to copy formats from selected text or other text item. راح نشوف هنا راح اطلع من ال نشوف هذه الايقونه شلون تشتغل او تعمل هذا الجزء اوكي. طبعا بالفورماتنج او الفورمات painter لو تلاحظوها ندخل، طبعا انا هنا أنا عندي البرنامج او البروجرام معرب، يعني انتم هناك عندكم فايل، هنا صفحه رئيسيه ما عنده مشكله. اكو تقول مثلا هوم اوكي ببعض الفيرجنات، الفيرجنات الحديثه الفيرجن شوي الاقدم، يعني بعد ما بنصب الجديد ان شاء الله ننصب الجزء اللي ان شاء الله ناخذه بنظر الاعتبار. طبعا انا هنا نخلي بعض الاشياء اللي ناخذها بنظر الاعتبار، وممكن راح انتقل للجزء اللي عبر هذه الشريحه حتى اشوفكم بالنسبه للفونت او الفونت تولز. لو تلاحظون هنا طبعا نفس الحاله، لو اجي اختار اي تكست بوكس هنا أنا موجود عندي واجي اشيره ضروري اوكي، او اسوي لك كنترول اي اللي معناه تحديد الكل اوكي. من اجي هنا لو تلاحظون الصفحه الرئيسيه مالتي الاحظ انه اشتغل عندي او تفعلت كل الاشياء اللي لها علاقه بالتكست اوكي. عفوا هذا اللي هو بالتكست، هذا كل شيء له علاقه بهذا الجزء ممكن اسوي عمليه انكريز للفونت سايز اوكي، او ازغره بحسب ما اريد، بالاضافه لاغير الفونت مالتي اوكي. اقدر اغير جزء او غير تشكيل للاحرف اوكي، بالاضافه انه ممكن اتعامل به العنوان مالته، ممكن اغير اللون مالت الحرف مالتي اوكي. ممكن كذلك تكلمت على انه قلت لكم انه هاي ممكن ابعد بين الاحرف، ممكن اعمل من عندها شادو بالاضافه الى انه اندرلاين اور ايتاليك اور بولد اوكي. كل هذه الاشياء اللي تقع ضمن الفونت نلاحظها ضمن هذه الجزء. الفورماتنج طلقنا عليها بينتر اللي هي هذه الفرشاه اوكي. لو تلاحظون هذه اي تنسيق راح تنسخ لي اياها تودي لي اياها التنسيق الثاني، يعني لو اشتغلت انا تنسيق معين وليكن هذا اوكي، راح اجي اشيره هنا اوكي سوري اسوي عنده. عندما اريد انقر على الجزء اللي هي الفورماتنج بينتر اللي هي هذه الايقونه اوكي، ايش اسوي؟ اجي هنا اخذ اي تكست ممكن يكون عندي ويكون بهذا اللون، راح اجي اخذ الفورمات اول مره اشيره واروح للفورمات بينتر
وأجل الجزء الثاني فقط أمرر فوقه راح ينقل خصائص التكست الأول نحو الجزء الثاني. هذه هي أيقونة الفورمات بينتر وشغلها وعملها. طبعا راح أعيدكم إياها مرة ثانية حتى تبينه. تلاحظون أن كل جنانة معطيها، طبعا هاي الجملة أو الليست هذه الترقيم مالتها موجود بشكل أرقام. هنا هذا البيولتس اللي هي هذه الأشكال، هذه هنا أنا مخلي ليست هم قائمة بس البيولتس مالتها بهذه الأشكال. هذه هنا نعطيها نمبرينج أرقام، وهذه اللي تكلمنا عليها قبل شوي هنا قلنا أسس الترقيم مالتنا ممكن شو تكون؟ أوكي؟ ممكن تكون رقمية، أوكي؟ أو تكون بشكل كاركترز حروف أرقام، أوكي؟ ألف باء تاء اللي هي الألفابيتيك أو أي بي سي أو ترقيم لاتيني، ممكن ناخذه بأي نظر الاعتبار. بالإضافة للترقيم مالته ممكن يكون شنو؟ يكون بهذا الصيغة اللي هي بصيغة الأشكال. فأي جزء ممكن ناخذه بنظر الاعتبار ممكن نرجع مرة ثانية. أعتقد افتهمنا الفورماتنج بينتر. نرجع للجزء هذا. سوري فقط إجراء. نعمل على تسجيل المحاضرة إن شاء الله. اوكي نرجع للمحاضره مالتنا. طبعا الفورمات بينتر اللي تكلمنا عليها هنا أنا. اوكي اللي هي هذا اللي نقصد بها. عندما اريد اسوي لها ديفاين كتعريف او ديفينيشن كان سيف يو تايم باي الاونج يو تو كوبي فورماتس فروم سيلكتد تكست تو اذر تكست ايتمز. يعني بما معناها هي راح سيف كل الخصائص اللي موجوده، راح نسوي لها كوبي فورماتس وننقلها الى ايش؟ الى تكست او ايتم ثاني. هذا اللي نقصد بها اللي هي واضحه هنا انا مش طالع عندي هاي الفرشه. اوكي؟ واللي ناخذها بنظر الاعتبار. طبعا هذا البرنامج لانه بي دي اف وما راح تتغير به او ما تشتغل به عندي الفورمات بينتر. نكمل عندنا المحاضره مالتنا. بالنسبه فيما اختار تشوز فونتس اند فونت سايزز تكلمنا عنها، ودائما احنا بعمليه الفونت او الفونت سايزز نطلق عليها دائما بالتايب فيسز. اوكي نطلق عليها التايب فيسز نمبرز ار انسامبلز ان سبيسيفيك ستايل اور ديزاين. يو كان تشينج ذا فونتس اند فونت سايزز اور فونت سايز العفو اني تايم اون يور سلايدز. احنا بامكاننا نغير الحجم والفونت وحجم الفونت. اوكي كل هذا من هذه الاشياء اللي نطلق عليها التايب فيسز. ذا فولوينج اكسرسايز شو يو هاو تو دو this both with many toolbar and with the report. فيما يخص هذا الجزء طبعا الفونت سايز احنا شوفناكم اياها. اوكي اكو جزء مهم طرقنا له طبعا احنا هنا واللي هو عمليه ترقيم او اللي موجود هنا عندنا ونطلق عليها ايش؟ راح نوقف على اي مكان حتى يكون حتى ممكن نفعله وناخذه بنظر الاعتبار. وقف شوية لمدة 3 دقائق هنا عندي قبل ما هذا أعطيكم الرابط طلاب فقط حتى نكمل مجموعتين. الواجهة ظهرت عندكم. تحياتنا. نرجع إلى الفونت تولز. أوكي وطبعا بعد ما أكملنا الفورماتينج الأيقونة الخاصة بالتنسيق. أوكي واللي اطلقنا عليها اسم الفورماتنج بينتر. اوكي نرجع نكمل الفونت بالنسبه للفونت تولز. وعندنا قلنا فيما يخص هذا الجزء الليست عندي او تكس بوكس عندي موجود هنا. اوكي ناخذ بنظر الاعتبار راح نشوف عندي هنا مجموعه من الاشياء اللي ممكن اجعل عمليه الترقيم بها سهله. ممكن تكون 1 دوت او تلاحظون تتغير او اي بي سي حسب ما اني اريد. اوكي او حتى اقول له بلا.
اوكي يعني بناء ترقيم، قصدي انا مرقمه ترقيم يدوي، بس انا لو كانت عندي مثلا ما موجوده ال 1 2 فقط عندي هذا الجزء، اوكي سوري، اجي اشيرهم اثنينهم راح يعرف انه كيف انه ممكن اقسمهم الى ليست. راح نروح هنا انا واشوف حتى تشوفون العمليه قدامكم، اوكي تلاحظون هذا الترقيم اللي انا اردته اللي هو ترقيم نمبرنج نصيح له. اوكي بالنسبه للفورمات ليست، اوكي ممكن اغيرها الى مو ارقام الى اللي يسمونه البيولتس، اوكي اجي للتكست بوكس هنا أنا. اوكي واجي احاول اسوي له تحديد او تحديد الكل او كنترول اي. اوكي طلاب المرحله الثانيه اللي كانوا ويانا ان شاء الله العفو بالاولى، اعتقد اعطيناهم بعض الاشياء او بعض الاعازات الخاصه بالكيبورد او لوحه المفاتيح. نرجع هنا أنا. ممكن احول هذا الجزء الى ايش؟ الى اشكال بالنسبه للست مالتي، تلاحظون تحولت الى مربعات او شكل بهذا الشكل او ممكن بعلامه صح او هذا الشكل، هذا نطلق عليه اللي هي البيولتد ليست. اوكي اللي هي الايقونات اللي هي بشكل اشكال، اوكي فممكن ناخذها بنظر الاعتبار بهذا الشكل. طبعا راح نبلغ انه نغلق الحضور، بس ابلغ دقائق. نعم نرجع نكمل. اوكي فهذا البيولتد ليست هذا اللي اخذناه بنظر الاعتبار. ممكن طبعا اسوي البيولتد عندي بكل ليست يكون شكل معين، اوكي هذا الجزء اللي هو ضمن مجال ترقيم القائمه. طبعا جزء اساسي انتم لا تلاحظوا انا اعطيتكم هذا الجزء بشكل كامل، بس التكست بوكس هنا انا قد احد يسالني يقول استاذ احنا كيف ممكن نفتح تكست بوكس؟ اوكي ممكن اقول ادراج اللي هي عمليه انسرت، اوكي وعمليه ادراج التكست بوكس من هذا الشكل، ونقعد نرسم التكست بوكس حسب ما انا اريده، واجي اكتب حسب ما اريد. اوكي هذا الفونت، اوكي راح ناخذ بنظر الاعتبار احدده وين اجي اخلي مكان الباراجراف، اخليه ممكن بالوسط. اوكي اروح للصفحه الرئيسيه كذلك شيء اريده بولت مثلا، نعم او اغير بالفونت مالته او اغير بشكل الحرف، كل الاشياء اللي ممكن تتقبل كتكست او كفونت هنا. اوكي ممكن اغير الحجم مالته او بالنسبه لي تغيير التشنج الفونتس، ممكن اغير الفونت مالتي او اغير اللون مالته اللي هو لون الحرف وهكذا او لون الكلمه. هذا فيما يخص عمليه انسيرت تكست بوكس. اوكي فهنا أنا كل هذه اللي موجوده لو تلاحظوها هي عباره عن تكست بوكس، فتحتها وغيرت بالخصائص اللي موجوده. طبعا شيء مهم جدا احنا نتعامل به الا وهو انه كيف تتعامل مع البيرنتس الخاص بهذا الشكل او خاص بالبرزنتيشن هذا او الخاص ب السلايدز. دائما هذه الامور وهذه الالوان اللي ناخذها بنظر الاعتبار هي تمثل لي وسائل شد انتباه، فبالتالي يوم البروجكت نعطيكم اياه ونقول لكم اشتغلوا عليه لابد تستخدم اشياء او امور تعمل لي على شد الانتباه او جذب المتلقي او المتعلم، اوكي وبالتالي راح نقدر نوصل الرساله بكل سهوله. هذا فيما يخص هذا الجزء. الجزء الثاني راح ناخذه بنظر الاعتبار الا وهو اللي هي عمليه اضافه الانسيرت وورد ارت الجرافيك. اوكي نفس الحاله راح ناخذ الوورد ارت هنا ونشوف الشكل حسب ما احنا نريده. اوكي انا ما اختاريت هنا اي شيء. اوكي انا مشتغل على مثلا ماخذ كلمه انا طبعا الفونت عربي اللي هي كوليدج. اوكي هذه الكلمة ممكن أعشرها أنا هنا وأرجع مرة ثانية اللي ما لحق يشوف الوورد ارت كيف نسوي عملية انسيرت،
راح نروح هنا أنا. اوكي ناخذ ادراج اوكي وورد ارت واختار ما يعجبني في الاشياء اللي موجوده طبعا هنا أنا. مباشره نغير الى هذا اللون اوكي او ما عجبني اقدر اسوي العندو ورجع مثل الخصائص القديمه. هذا الفونت لو تلاحظوها كل هاي الاشكال هي ضمن الشيء اللي نطلق عليه اللي هو الوورد ارت جرافيك. وقلنا ممكن نروح له من خلال ادراج ثم الفونت او الوورد ارت. هذه قوالب جاهزه ممكن نستخدمها في عمليه ابراز الفونتات او القوائم الرئيسيه اوكي اللي هي المينيو او مين مينيو القوائم الرئيسيه اللي موجوده كالشرائح اللي موجوده. فهذه عباره عن فونتات جاهزه ممكن ناخذها بنظر الاعتبار. شوف ان انا اختاريت غير فونت ممكن اوكي ناخذه ونعدل عليه وممكن تظهر لنا بهذا الشكل. الجزء اللي بعده راح ناخذه كسلايدز اللي هو هذا اللي هو عمليه creating and formatting text boxes اوكي عمليه تخليق text box اوكي بخصائص معينه اوكي ممكن نستخدم به الكويك ستايلز اوكي او نضيف له صور and gradient fill to text box. عرفنا احنا بمحاضرتنا وتكلمت لكم عمليه ادراج التكست بوكس يكون منين يكون اوكي فقلنا راح ناخذ التكست بوكس هنا أنا. اوكي فهنا أنا بما انه التكست بوكس فارغ اوكي راح نشتغل عليه اي شيء ممكن ناخذه بنظر الاعتبار. فنكتب هنا أنا مثلا كلية الصيدلة واقعد اجي اغير بالخصائص مالت الفونت مالتي ممكن اسوي بولت ممكن اسويه في الشغل مالتي بالوسط اوكي واغير الحجم مالتي اوكي فممكن اظهره بهذا الشكل كباك جراوند. هنا أنا طبعا التكست بوكس ممكن اغير بالخصائص مالتي من اجي اشير هنا انا واقف عليه ممكن اروح على القائمه الرئيسيه اقدر اغير بتعبئه الشكل زين. هذه التعبئه ممكن اغير بها كصوره اختار كصوره واخليها كخلفيه للتكست بوكس اوكي. هسه هنا اذا لقيت صوره معينه اقدر اغيرها موجوده هنا جيد سمبلز بيكتشرز ولتكن اي صوره من هذه الصور ولتكن هذه اوكي غير تلاحظون التكست بوكس مالتي طبعا مو واضح انا فقط اذا اريد نغير التكست بوكس تلاحظون الباك جراوند عندي هنا بهذا الشكل. او ما عجبتني انه اغير الباك جراوند بالنسبه للتكست بوكس كصوره ارجع مره ثانيه واستخدم الجريدنت جريدنت فول اللي هي عندي هذه التدرجات اللي موجوده وناخذها بنظر الاعتبار اوكي. تلاحظون حسب ما انا اريد او حسب ما انا اغير اوكي ممكن اخذه بهذا الشكل او ارجع مره ثانيه. شرط اساسي لابد من عندي تكون عندي تكست بوكس عندي مفعل حتى اشتغل. حتى قد يتساءل مرات بعض الطلبه يقول انا سجلت هنا استاذ بس من اجي الى تاثيرات التعبئه ما تظهر عندي. تظهر عندي كلها بشكل هيدن لايت وهذه كثير راح تصير عندكم. اوكي اشرح اقول له اقول له اختار التكست بوكس حتى تقدر نتفعله تقدر انه ايش كل الاشياء الخاصه به ممكن تغير بها. فبالتالي نرجع الى تعبئه مثلا وتكون هذه اوكي واغير وانه هنا الفونت هسه ما عجبني صار يعني اختفى عندي ممكن اروح للصفحه الرئيسيه واروح اللون الخاص واعطي مثلا فد لون اسود اوكي. هذه ممكن ناخذها بنظر الاعتبار قلنا استخدام الكوك ستايلز اوكي. الكوك ستايلز راح نختار اي جزء معين ونروح هنا للصفحه الرئيسيه او ادراج اوكي تفضلوني. بالنسبه للكوك ستايلز هو موجود ضمن جزء معين اللي هي الانماط السريعه اوكي هنا موجود ضمن الصفحه الرئيسيه واختار ما اريد اني حسب تلاحظون يتغير الشكل قدامي. شو تلاحظون هنا اكو حاله لو تلاحظوها في عمليه التصميم ومن تصمم الشغل مالتك او البروجكت لابد ما تخلي اختلاف معين ما بين الشكل والخلفيه. تلاحظون يعني انا ما ممكن
إذن أستخدم جزء هو يخالف لي ضمن الفيجر أند شيب. مثلا أستخدم الفونت أسود وأستخدم الباكجراوند عندي سود، إيش راح يصير؟ أوكي، ما راح يظهر عندي. فهنا لو تلاحظون عندي بالنسبة للكويك ستايلز هاي الأنماط الجاهزة، لو تلاحظوها حسب ما أنا أريدها وحسب ما يتلاعب مع الشغل مالتي. هذا فيما يخص الكويك ستايلز الجريد اند فول، شوفناها بالإضافة إلى الآدي وبيكتشر، سويناها بنظر الاعتبار. جزء مهم أخير ممكن ناخذه بنظر الاعتبار، إنه بما إنه بدنا نتعامل مع تكست بوكس وعندي مجموعة من الكلمات، عندي جزء اللي يسمونه الريسورسز اللي هي قائمة أو قاموس المفردات. لو تلاحظون هنا أنا جيت طبعا عندي هنا أنا كلمة خطأ، هنا أنا لو أجي أخلي هنا المكان الفارمس إي، أخلي مثلا المكان البروفيشنال تي، مكان الميديسن هي أكو إيرور مثلا البراير العفو بريبير، أوكي غيرت بها طبعا موجودة هيك كلمة. أوكي تلاحظون إنه تأشرت بشكل هذا اللون الزجزاج رايت أسفل إيش الكلمات اللي موجودة. هذا دلالة أنه عندي قاموس اللي هو ضمن الريسورسز. أوكي الثيسارس، هذا الثيسارس شو نقصد به؟ انه هو قاموس راح يعطيك او يقترح لك مجموعه من الكلمات اللي هي الصحيحه ضمن الجزء مالتك. نجي لهنا كلمه بروفيشنال اكو غلط بها، ممكن يضيف لك اياها ميديسن، راح هنا ممكن راح يغير لك بها وهكذا. اذا اي اشياء ممكن ناخذها من الاعتبار راح انقر نحو الكليك رايت اوكي واختار البريبير اللي ممكن او الكلمه الصحيحه، وبالتالي نحافظ على التدقيق الاملائي بالنسبه للنصوص اللي ممكن ناخذها من الاعتبار من خلال هذه التفصيله اللي هي ضمن الجزء اللي يسمونه ثيسارس. ثيسارس هو قاموس خاص بالمفردات، راح يوقف عند الكلمات الخاطئه وراح يوقف عليها، وبالتالي ممكن يقترح كلمات جديده اللي ناخذها بنظر الاعتبار ان هي تكون صحيحه. يعني هذا محاضرتي اليوم، ان شاء الله تكون تقريبا اعطيتها حقها فيما يخص هذا الشابتر، اوكي اللي هو الشابتر الخاص ضمن الوركينج وذ تكست. هنا انا عندي اي افتح مجال استفسارات، اللي الطالب اللي عنده اي استفسار او سؤال ممكن يدخل لي، او اي تفصيله ممكن تاخذ بنظر الاعتبار واقدر أوضح اللي هي مرة ثانية إن كانت غير واضحة. بالنسبة للطلاب راح أفتح المجال اللي نسمح فيه. أكو حد عنده سؤال أو استفسار طلاب؟ طلابنا الأعزاء فيما يخص محاضرتنا لهذا اليوم. إذا أكو أي طالب عنده سؤال أو استفسار ممكن يدخل لي أو ينورنا التفصيلة ما أظهرناها مثلا. تلاحظون هنا لو تشوفون الواجهة الرئيسية للبرنامج بهذا الشكل، قد يتساءل نقول أستاذ إحنا ليش ناخذ هاي بهذا الشكل. تلاحظون هنا السلايد اللي موجود عندي، طبعا كل الاشياء اللي مختاره مختاره بالوان بدقه حتى تاثر بالنسبه بالمقابل، بالاضافه الى انه تعتبر كوسائل شد انتباه بالنسبه للطالب، وبالتالي عمليه ايصال الرساله تكون عندي جدا سهله. طبعا تعرف انه عند الطالب او المتعلم او بالنسبه لليوزر مالتي هم ذات اعمار مختلفه، اوكي وذات فئات مختلفه، فبالتالي اي اشياء عندي ممكن انه اريد اوصلها لابد هنالك وسائل عمليه الايصال. تلاحظون هنا انا استخدمت نوع من الفونتات، نوع من الالوان، اشياء لها علاقه بالفوتوشوب، دخلت بها نصوص معينه حتى اظهرها بهذا الشكل اجل ان توصل بصورتها الصحيحه وتكون عمليه الاستفاده تكون ذات فائده تنعكس بشكل ايجابي على الطالب.